يبقى عندك 2 دي اي اسهل حاجه تخليك توصل بسرعه انك تدور ان انت تعمل دروين لايسوسيليس تريانجل. طب ازاي يا مستر؟ بص كده، هل ينفع كنت اعمل كده، اعمل درو، اعمل ماتش، اعمل جوين للاي سي؟ لا لا. ليه؟ هيبقى ايسوسيليس بس ما عنديش انجل. طب امال اعمل ايه؟ قال لي تعالى نعمل كونستراكشن بالشكل ده. اشمعنى؟ اقول له بص بقى يا عم الحاج، بقت لعبه جميله، عندي الام اي ايكوال للام بي، ادي دول 2 ريدياي، وعندي الانجل بتوع دي كده بقت البيز، فدي 60 تبقى دي اختها 60، و180 ماينس دول دي تروح طالعه لك 60 بمنتهى الشياكه. سيميلر هنا عندي ده ريدياي ده ريدياس، يبقى دي البيز، هنا 70 هعمل 180 ماينس 70 و70 دي تروح طالعه لي 40 على طول. يبقى يا مستر الميجر اللي انت عايزها بقت 100. شفت اللعب؟ لو هو راجل عايز يهزر يقول لك انا عايز الريفلكس، الريفلكس بتاع الانجل ام، يعني انا عايز دي. فلازم تفتكر الريفلكس اجيبها ازاي. 360 ماينس ماينس ايه؟ ال 100 اللي انت جبتها. يبقى انا اديتك اكزامبل وعملت لك عليه اكتر من سؤال. كان لازم نعمل كونستراكشن، هو اللي هيساعدني عشان احل. يا رب تكون فهمت. تعالوا نشوف انذر اكزامبل. الراجل الجميل ده مديني ايه الجيفن؟ تو تانجنت، ومديني الكومن كورد ليهم. اتفقنا لما نلاقي الكون دوت على طول دول ايكوال. ايوه هنا دي البيز، دي 70 تبقى اختها 70. طب وبعدين؟ ما انا معايا 70 و70. انت عايز دي يا مستر؟ يبقى ال 180 ماينس 70 وكمان ماينس 70 طلعت لك الانجل ايه. طب دي ممكن تجيني؟ ايوه حبيبي ان شاء الله هتلاقي امتحان جميل. طب لو انا حبيت اهزر معاك، بص بقى اروح جاي مكمل لك كده، وادي لك هنا لتر دي واقول لك انا عايز الميجر بتاع انجل دي، هربط لك الثيرم دي باللي بعدها، ان الانجل دي او دي اسمها انجل اوف تنجنسي. فالانجل اوف تنجنسي دي اجيب القلم اخليه على الكورد، فهي بتبقى الاوبزيت للكورد، بايكوال الانسكرايبد ايكوال الكورد، فتبقى دي بقت كمان 70. تمرين جميل. الجيومتري احلى حاجه فيها ان ما ينفعش لا في ساين ولا زي الالجبرا ممكن اتوه، لا دي حاجات كونسبت ثابته. تانجنت عملوا تريانجل ايسوسوليز، هنا البيز 70 70، اجيب الانجل ايه؟ 180 ماينس 70 و70. مجرد ان انا الاقي الكومن كورد انجل اوف تنجنسي ايكوال الانسكرايبد اوبزيت. تاخد كمان المفاجاه، شايف الارك ده بيبقى توايس ليها. الله الله. طب تاخد مفاجاه تاني، ان انا لو جيت كملت لك كده وحطيت لك هنا ام، تبقى السنترال توايس للتنجنسي برضه. ايه ده؟ هو انا اقدر الم لك الجيومتري بالشكل ده؟ يبقى التنجنسي ايكوال انسكرايبد، التنجنسي هاف الارك، الانجل اوف تنجنسي هاف السنترال. الجيومتري جميله. اعمل ستوب وحل زي ما انا بقول لك كده. اول ذا بيست. تعالوا نشوف انذر اكزامبل. كده نشوف انذر اكزامبل. بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر، انا عايز الاكس والواي الفاليو بتاعتهم، مالناش دعوه برضه بالريكورد تو بروف. طب امال نعمل ايه؟ انا معايا ايه؟ معايا تو سيركل على عيني وعلى راسي. بس يا مستر مش هستفيد حاجه. امال اعمل ايه؟ اقول له انت قلت لي لما الاقي التو تانجنت اشتغل كل سيركل لوحدها. طب ينفع اشتغل هنا؟ اقول له لا. لا ليه؟ دول ايكوال بس هنا اكس وواي ميسنج، يبقى انت ما ينفعش ابتدي بيكي. هروح للسيركل الثانيه. تو تانجنت ار ايكوال لينث، اكسلنت، معايا 1 15. يبقى الراجل ده بص كده هتروح تيجي تقول لنفسك يبقى 2x ماينس 3 ايكوال 15. الله. يبقى انا استفدت بالثيرم بتاعت التو تانجنت دروين فروم
a point outside or equal length. ايوه بس كده شكرا. مسألتي الجيومتري باي باي بقت الجبرا، هعمل ترانسليت اوبوزيت ساين، يبقى 2x 15 بلس 3 ايكوال 18، اعمل ديفايد 2 خل 2x بقت 9. بس كده طيب نقدر بقى نقول حاجه تانية؟ طبعا نقدر. ما نقدرش ليه؟ بص بقى معايا، مش احنا اتفقنا ان دول ايكوال؟ يبقى بدل ما انا اسيب دي كده، لا ده انا احطها 15، فاقدر اقول له سيميلر سيميلر، يعني الواي ماينس 2 هي كمان 15. الواي ماينس 2 بقت هي كمان 15، برضو ترانسليت، يبقى الواي 15 بلس 2 equal 17. أنا جبت لك الفاليو بتاع إكس واي. مسألة جميلة، مسألة بسيطة خالص، يا رب تكون فهمت حاجة. هنزل لك أهو عشان تشوف ال 17، بس أعتقد إن أنت خلاص عرفتها. All the best. تعالى نشوف another example. الراجل الجميل ده بيقول لي in the opposite figure prove that. Stop. مالكش دعوة هو عايز إيه. تعالى نشوف الجيفن. بص يا مستر، انت علمتني ان انا لما الاقي ستريت في، يعني هنا ده سايد وعمل اكستنشن، طالما عمل اكستنشن يبقى الانجل دي بنقول عليها اكستيريور. طب يا مستر اصبر بس، اكستيريور لمين؟ اصل انت لو خدت بالك بقى، بص معايا، اي بي سي دي ده سايكل كوادريلاترال. طب وايه اللي استفيد؟ ولا يا حبيبي ده انا استفيد كتير. واحدة منهم ان الاكستيريور ادي الادجسنت بتاعتها، ما اخدش الادجسنت واروح رايح اخد الاوبزيت للادجسنت، فيبقى الميجر بتاع انجل دي اللي انا نسكرايبت ايكوال الاكستيريور بقت 100. بس كده طب وبعد كده؟ ابدا يا سيدي، دخلنا في تريانجل اسمه اي دي سي، معايا دي 100. بص بقى معايا اهو، بقت معايا دي 100 ومعايا 40، هتعمل ايه؟ ابدا، هعمل ماينس من 180، هجيب لك الانجل دي، فانا لما اجيب دي هلاقيها 40. ايه اللي انت ملاحظه؟ ان دي 40 ودي 40 ايكوال، يبقى التريانجل ده بقى عندي الاي دي ايكوال الدي سي، ولما يبقى التو كوردس ايكوال يبقى الاركس بتوعهم ايكوال، يبقى الميجر بتاع الارك اي دي ايكوال الميجر بتاع الارك دي سي. فعلا هو ده اللي عايزه، من غير ما اتعب واقول طب اوصل لها ازاي. انا بدات بالجيفن كوادريلاترال اكستيريور ادجسنت، اخد الاوبوزيت للادجسنت، دخلت في تريانجل معايا تو انجلز، اجيب الثيرد انجل، لما جبتها لاحظت عملت كومبير لقيت دول ايكوال، يبقى الكوردز دول ايكوال، يبقى الاركس بتوعهم ار ايكوال. تمرين جميل، يا رب تكون فهمت حاجه. All the best.